الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفة. الحقيقة وجود هؤلاء الإخوة المتعددي التخصصات في مثل هذا المجلس واجتماع هؤلاء الأخيار مما يلقح الأفكار وينتج خير النتائج التي إن شاء الله تعالى نرجو أن ننتهي إليها هذه الليلة. وأنا أريد أن يكون الحديث استفادة فيما بيننا وليس مقتصرا على شخص واحد يتكلم. والأخ جزاه الله خير محمد عمر الذي رتب هذه الجلسة قد طلب كلمة أو مفتتحا للحديث في هذه الليلة. وأبدأ الحديث من حيث ذكر الأخ الشيخ عبد الله جزاه الله خيرا فيما يتعلق بأمور الدعوة ومشاركة الشباب فيها كما أشار إليه الأخ العمري أيضا. وللتوضيح سوف نستطرد كثيرا يعني في خلال الكلمة، للتوضيح فقط أرجع إلى تعريف باسمي، فقد لاحظت يعني ذكركم لاسمي جزاكم الله خيرا عبد الباري، والوالد اسمه الشيخ عبد الرحمن حسين، ومن البر أن يذكر الوالد في مقام ذكر الولد، فالوالد اسمه الشيخ عبد الرحمن حسين. والعلمي أو العلمي هذا اسم الجد الأكبر، وكنا في الإمارات اشتهرنا بهذا اللقب العلمي، ونحن لم نتكلف في ذلك يعني، ولكن صار اسما مشهورا بعد ذلك. والاسم إذا دخل في حيز الشهرة فإنه لا يتحمل التضييق عليه بل يترك كما هو. فلكم أن تقولوا علمي ولكم أن تقولوا علمي، لا بأس بذلك. الشيخ عبد الله جزاه الله خير أشار إلى أنه ينبغي أن الإنسان دائما في كل مجلس وحين أن نذكر بعضنا بالإخلاص الذي هو في الحقيقة الإكسير الذي إن حصله الإنسان فإنه يكون مفتاحا له لكل خير ومغلاقا لكل شر وضير. وهذا الأمر تذكير به في كل مقام مما بارك الله فيك، أقول التذكير بالإخلاص في كل مقام هو مما يذكر الإنسان، والله سبحانه وتعالى قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بس يفرغ الأخ حتى ما يبسط خلاص استغرق جيد زاد الله. الله تعالى قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ففيه أن الذكرى نافعة في كل وقت وأنها نافعة لأهل الإيمان أيضا خاصة. فالتذكير بهذا الجانب لا سيما في مقام الدعوة ونشر العلم والتواصي به هو ما يدخل في حيز قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنحن نشكره أن ذكرنا بهذا الأمر في مفتتح هذا المجلس، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جميع أعمالنا وجلساتنا وأقوالنا خالصة لوجه الكريم.